كلهم يخشون من الشباب، يرتعدون من المستقبل، يتوجسون من حماسه وصدقه وبراءته. لم تحارب الأنظمة العربية شريحة من قومها بعد الإسلاميين كما تحارب الشباب. هم يقتلون الأمل، والشباب هم وقود الأمل النابض. تزداد الحرب شراسة إذا كان الشباب منظما. روابط الأولتراس مثال بارز، أنظمة قتلتها وأنظمة طاردتها وأنظمة أخرى ما زالت تتربص بها في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض. لماذا تحارب الأنظمة العربية روابط الأولتراس؟ لأنها منظمة، والأنظمة القمعية تكره النظام كراهية التحريم، لأنها شابة، لأنها تتحدث بقوة عن مشاكل بلدها، وصوتها يرتفع في أكثر اللحظات متابعة أثناء المباراة. ومؤخراً أضافت روابط الأولتراس في اهتماماتها مشاكل وأحزان الأم، مش بلدها بس، جماهير الرجاء البيضاوي المغربي مثال على ذلك. ففي الوقت الذي يواصل من ابتليت بهم الأمة ابتلاؤها الأكبر يواصلون التحلل من القدس وأقصاها، ها هي جماهير الرجاء المغربي تطلق حناجرها معلنة الوفاء لفلسطين ومصر سيد الأنبياء. ها هم يهتفون ويهتفون لفلسطين الحرة. يلا عليك القلب حزين وهادي سنين تدمع العين، آه يا وين العرب نايمين. إلى جماهير الرجاء، إلى الرجال الخضر، إلى شعب المغرب، جعله الله في ميزان حسناتكم، طبتم وطاب مسعاكم، وإن غدا لناظره قريب، فالثورة تأتي من المغرب العربي. الله غالب.